السلام عليكم أعزائي التلاميذ. درسنا اليوم الرياضيات، الموضوع عملية الضرب بالاحتفاظ. لا بأس أن تتذكروا جداول الضرب. الحساب الذهني 4 × 4 = 16. حسن. 6 × 6 = 36. 7 × 3 = 21. حسن. 6 × 7 = 42. أحسنتم. 5 × 2 = 10. 10 × 3 = 30. جيد. هنا ألاحظ وأحسب ركب المسافرون في قطار من 3 عربات، في كل عربة 15 راكبا. كم عدد الركاب؟ هنا لنكتفي بالعربة المربعات، قطبان والمربعات. هنا لدي 10، هنا زائد 5 = 15. كذلك هنا 10 + 5 = 15. هنا كذلك 15، أي 10 هنا 5. إذن العملية، إذن كم من مرة 15؟ 15 3 مرات. إذن لاحظوا جيدا، كراسة خذ الصفحة 98. هنا قطب العملية الأولى. أولا نمر أولا، استعينوا بالمربعات كما وضحت لكم في السبورة. إذن 3 مجموعات من 15، واضح؟ إذن العملية 15 مضروبة في 3. ثانيا هنا لاحظوا جيدا، أضرب 3 في الوحدات، إذن 5 مضروبة في 3، إذن تساوي 15 وحدات. أنجز التجميع، إذن عندنا 1 ل10 و5 وحدات تساوي 15 وحدة. إذن هنا جيد، 3 عشرات، وهنا إذا ضفناها 1 ل10 هي هذه، ضفناها في المربعات. إذن 10 الأولى، الثانية، الثالثة. إذا ضفنا هذه 10 مربعات للقادم تصبح عندنا 4 عشرات. إذن واضح. إذن تبقى لنا 5 الوحدات. إذن أضرب 15 مضروبة في 3 كم تساوي؟ إذن 3 مضروبة في 5 تساوي 15. اكتبوا 5 واحتفظوا ب1. واضح؟ هنا 5 × 3 تساوي 15. اكتبوا 5 في الوحدات واحتفظوا ب1. إذن المرة الثانية 10، 3 مضروبة في 1 يساوي 3 زائد الاحتفاظ 4، تصبح عندنا 45 هي العملية. واضح؟ إذن تطرقوا للتمرين السبورة، كيف هي العملية؟ لاحظوا 27 مضروبة في 3، 3 مضروبة، دائما الوحدات ثم العشرات، ابتدئوا دائما باليمين. 3 مضروبة في 7، 21، اكتبوا 1 واحتفظوا ب2. واضح؟ ثانية، 3 مضروبة في 2، هنا العشرات، 3 × 2 تساوي 6، زائد 2 تساوي 8. واضح؟ مروا للعملية الأخرى، 25 مضروبة في 12، واضح؟ دائما وحدات، 2 × 5 = 10، اكتبوا 0 في الوحدات واحتفظوا ب1 في العشرات. 2
في 2 واضح يساوي 4 زائد الاحتفال يساوي 5 واضح. ثم مرة الثانية 1 مضروبة في 5 وهنا عشرات، 10 في 5 تساوي 50، نضع النقطة هنا أو 0. ثم مرة الثانية 10 مضروبة في 2 إذا كم؟ 5. إذا 1 مضروبة في 2 تساوي 2. الاحتفاظ الأول حسبناه، إذا 0 زائد 0 تساوي 0، 5 زائد 5 10. احتفظوا بواحد، اكتبوا 0 واحتفظوا بواحد. 2 زائد 1 3 تساوي 300 واضح. أمر العملية الثالثة 6 في 5 30، اكتبوا 0 الوحدات، دائما أمر بالوحدات ثم العشرات ثم المئات. هنا 3 0 30 احتفظوا بثلاثة واضح. 6 في 3 18 زائد 3 21، اكتب 1 واحتفظوا ب2 واضح. 6 في 1 تساوي 6 زائد 2 تساوي 80 واضح. إذا صحوا على السبورة كراسات. إذا مرجو منكم يا أعزائي حفظ جداول الضرب، وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله. أستودعكم.